الحمد لله، ويا رب يكملوا دعواتهم ان شاء الله. اهم شيء في الحياه ستر الصحه. السوشيال ميديا لسه مش فاهمه برضو حاجات كتير. مستر سهير جوده منورانا النهارده في وشيا. قلقوا عليكي من الفتره الاخيره لما كان يعني اعلنوا في مرض عند حضرتك، فممكن تطمنين عليه؟ انا الحمد لله احسن وبخير بفضل رحمه ربنا وبفضل دعوات الناس الطيبين. بجد ممتنه جدا لكل الناس اللي دعوا لي واللي سالوا عليا واللي افتقدوني، والحمد لله بطمنهم ان انا الحمد لله، ويا رب يكملوا دعواتهم ان شاء الله تمر بسلام. ايه اللي كان عند حضرتك اصلا؟ لا يعني هي قصه صعبه وسخيفه، وملخصها يعني ان في استئصال جزء من القولون، بس الحمد لله ربنا وفقني الدكتور كويس قوي هيثم فكري والمجموعه بتاعته، بالاضافه لان انا عندي ثروه كبيره من الاصدقاء والاصدقاء الاطباء، فالحمد لله ايد ربنا كانت قبل ايدين الجميع، ورحمه ربنا كانت كبيره قوي، فممتنه وبشكره كل لحظه، وبالتالي ممتنه كمان لكل الناس ولكل الدكاتره. في شدتك دي اكيد يعني في حاجات اكتسبتيها وحاجات نورت في دماغك، ايه اللي حصل؟ اهم شيء في الحياه ستر الصحه. الستر الحقيقي ان انت تبقى مستور بصحتك مش باي حاجه تانية، وطبعا محبه الناس دي الثروه الحقيقيه، فالحمد لله يا رب يكرمنا كلنا بستر الصحه وبحب الناس الحقيقيه اللي من قلبها ودعواتهم اللي من القلب. انت الفتره الاخيره يعني او بقالك فتره كبيره مهتميه بجزء السوشيال ميديا، الصفحه عندك بحس ان انت بتعصري الجزء، انت حضرتي نجوميه التلفزيون ودلوقتي واخده التلفزيون والسوشيال ميديا، ايه المرهق في ده؟ بالعكس مش مرهق خالص، بس انا لسه ببتدي في السوشيال ميديا، لسه مش فاهمه برضو حاجات كتير، فببتديها كده واحده واحده، وبرضو تشجيع الناس ومحبه الناس ومتابعه الناس دي الدافع القوي ان الواحد يستمر، وتوفيق ربنا لان انا يعني اميه جدا في السوشيال ميديا. بتعملي ايه مع غيره الزملاء لما تكوني موجوده في مكان في زميلات بيغيروا منك؟ بتعملي ايه مع ما اعتقدش ان انا عندي مشكله في الحكايه دي، كل الزملاء بيحبوني، كلهم بيحبوني وانا بحبهم، وبيننا رصيد كبير جدا من العطاء والمحبه، وعارفين ان انا يعني معطاء جدا وجدعه جدا، فبالعكس ما بحسش منهم غير كل حب.